مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، نحن معكم مباشرة من طرابلس من أمام إحدى محطات البنزين لمتابعة قضية جديدة، وهي أن هناك معلومات تقول بأن صحيفة البنزين، معلومات يعني يقال بأنها مقربة من مصادر وزارية، تقول لإحدى الصحف بأن البنزين سيصل صفيحة البنزين إلى 130,000 ليرة الأسبوع المقبل. أستاذ أنت عم تعبي هون، عم ينحكى أنه الأسبوع الجاي تنكة البنزين ممكن تصير 130,000 ليرة بسبب أنه ما بقى قادرين مصرف لبنان ما بقى قادر يدعم. أنا مني أنا واحد الناس بحرق السيارة تبعتي، ما بدي إياها، ما لقيت مثلي نرجع على البسكليتة ولا على يعني رح تتعودوا كمواطنين؟ لا أكيد ما حنتعود، أكيد ما حنتعود، بس شو بدي بقى بالسيارة يعني ما بدي. كانت ب20,000 صارت ب40، يعني طلعت الضعف، وكمان ممكن إذا طلعت الضعف حدود ال40 سهل الشعب عم يتحملها، بس بعد ال40 ما بقى في حدا يتحملها لأنه ما عم يقدروا يطلعوا لقمة الخبز ليعبوا بنزين. بعد ال40 و800 يعني. شو رأيك بالموضوع؟ عم ينحكى معلومات، عم بيقولوا مقربة وزارية مقربة بتقول إنه سعر صفيحة البنزين الأسبوع المقبل راح يلامس 130,000 ليرة بسبب انه ما عاد قادرين يدعموا البنزين. خيرون منيح، عفيهم احسن ما عم يودوا لبرا، واحسن ما عم يرفقون هن يوصلوهم اي دولة. عم تعتبر الناس حتدلة تيجي تعبي وتستخدم سيارة ربما بتخف شوي هل قادرين اصلا؟ لك هلا اذا في بنزين لا يصير في بنزين، روح يفتحوا المحطات نسكره اللي عم يغلطوا. شكرا لك. هذه المحطة محطة مكي أفضل من غيرها بالنسبة لمنطقة طرابلس. شكرا لك. على القليلة بتطول. تمام، رح نقرب أكثر على الطوابير يلي واقفة برا ونحكي معهم، هل رح يدلوا؟ كيف؟ هاي نحكي شوي صغيرة. عم ينحكى الأسبوع الجاي معلومات مسربة عم بيقولوا إنه 130,000 ليرة حتصير صفيحة البنزين الوحدة. هل رح تضلك عم تعبي بنزين إذا صارت بهالسعر؟ أكيد مني مضطرة، أنا مواصفة بالآخر، بدي أروح وبدي أجي. كيف بدي أروح وأجي؟ بس شو ما إحنا هالزلة اللي واقفينه نحن هلا؟ يعني أنت مع إنه تغلى سعر البنزين بس ما بقى نوقف بطوابير؟ تغلى بس ما نوقف ننزل هالزلة هيدي، يعني محلو بحقنا كلياتنا، سو بالاخر بيسكروا الباب بيقولوا لك ما بقى في بنزين. ولك هلا فاتت سيارة قدامنا خط براني كرمال الناس عم بتقول بدها تحرق سياراتها وما رح تعبي بهالسعر. هل بتعتبري انه الناس عن جد يعني حتتخلى انها تتنقل بسياراتها وما رح تتعود؟ لا، وبلا سيارة وبلا ما نعبي بنزين، يعني صارت حالة كتير قرف عنا بلبنان بشكل غير طبيعي، ان كان من البنزين من الكهرباء من الرأسة اللي عنا يوهون شيء بيقرف. شكرا لألك. قد صار لك واقف هون؟ صار شي ساعة يمكن. طيب هلا على فكرة المحطة وقفت. اوكي، بس عم ينقال انه الاسبوع الجاي في معلومات مسربة عم تقول انه ممكن سعر صفيحة البنزين يصير 130,000 ليرة. هذا حد لك واقف بالطابور لتاخذ صفيحة بنزين ب 130,000 ليرة؟ مضطرين اخي، هذا واقع على كل لبنان اليوم، مش اليوم على يعني. حتقلي انه حنتعود على الموضوع؟ نحن هيك شعب تعودنا يعني. هلا اليوم لو بيرتبط الموضوع بقصص ارجيله او قصص انترنت او قصص شيء بتلاقي الوضع غير كليا، بس طالما الامور محصوره وطالما مشكل غير هون اليوم في بايدك مصاري يا اخي، بس حنوصل على محل بايدنا مصاري ما حنلاقي سلع، هذا اللي حنوصل له هلا، ويبدو الامور متجهه على اسوء من هيك. الله يحمي لبنان وما فينا نقول شيء. نكمل مشاهدينا الكرام للحديث. استاذ المحطة خلصت على فكرة، بس أنا بدي أسألك على شيء، يعني بعد ما اتصل لك ناطر ساعة هلأ قالوا لك ما في بنزين، ما أدور علي، ولكن عم ينحكى أنه الأسبوع الجاي في تسريب معلومات عم بيقولوا أنه حيصير صفيحة البنزين سعرها 130,000 ليرة. هل رح توقف بالطابور ساعة لتعبي بنزين ب 130,000 ليرة للصفيحة الوحدة؟ هي صعبة الحالة صعبة، و يعني شو بدي اقول لك، يعني شيء بهدلة يعني زل اكثر من هيك بده يصير بقى. اذا صارت هالقد حتعبي سيارتك؟
يعني اذا مضطر بدك تعبي يعني شو يعني او بدك تعطل شغلك يعني صح ولا لا؟ هيدا هل الميزانيه بتسمح يعني اليوم المواطن كاللي بيقبضوا مش هيروح على شغله هل بتسمح ميزانيته يعبي بهالسعر؟ اصلا ما بقى يكفي لاول اسبوع من الشهر المعاش يعني فيعني بدك تتاقلم مع الواقع وهيدي يعني للاسف وصلنا للحضيض والله يستر من الاعظم السنه. شكرا لك. نكمل يعني على فكره هذه الطوابير تقف على الفاضي. استاذ المحطه سكرت وانت لك ساعه تقريبا ناطر هون عم ينحكى بس مش هيدا موضوعي عم ينحكى انه الاسبوع الجاي ممكن تصير صفيحه البنزين سعرها 130 الف ليره. هل رح تنطر بالطابور اذا صارت بالفعل بهيدا السعر؟ لا انا عم عبي كرمال اذا صار بهذا السعر بس ضل معنا السياره يعني انه ما هي حيخلصوا البنزينات شوي خلص عايشين بالزريبه هيك تعودنا على شيء بدك تستعمل السياره اذا غلي هالقد عبيها وصفها كرمال ضروره ما اكثر كرمال بس شكرا لك. بالعوده الى محطه البنزين يعني كما نشاهد المشهد يلي بيقهر المواطن اذا فينا نقول هو وقت بيبقوا واقفين حوالي الساعة أو أكثر من ساعة حتى يعبوا بنزين بالآخر بيتفاجئوا بالمحطة بتقلهم أكيد مش هنحكي عن محطة معينة كل محطات لبنان وهو ظرف قهري على الكل بيقولوا لهم سكرنا ما بقى في بنزين وبالتالي هيدي النطرة بتكون كلياتها على الفاضي وحتى النطرة هي أصلا بتكون لا يحصلوا على 20,000 ليرة من هيدا البنزين فاليوم عم ينحكى أنه حتغلى أكثر تحكي معنا؟ عم ينحكى انه الاسبوع الجاي في تسريب معلومات عم بتقول انه ممكن سعر صفيحة البنزين يوصل ل 130 الف ليرة الاسبوع الجاي بسبب انه مصرف لبنان ما عاد قادر يدعم الموضوع. شو رأيك بالموضوع وهل بتعتقد حيدل الناس توقف على طوابير لتعبي بهيدا السعر؟ انا بقول لك كلمتين، اول شيء الله يقويكم يعطيكم العافية، الله يجملها بالستر والله يزبط على الاوضاع وغيرك ما بقدر لك شيء ابدا. انت الموتوسيكل قديش بكلفك كل يوم؟ يعني انا يعني 10,000 8,000 كان بالاول كلفنا 1,000 ليرة كل النهار ندور كل طرابلس فيه. طيب ممكن هالاسبوع الجاي يصير يكلفك 30,000 أو 40,000 ليرة الواحد كل من يطفي موتيروته وسيوروته والتليفون اهم شيء الانترنت طفي تليفونات 24 ساعة كل شيء بيمشي الحال انا هيك رأيي. إذا مشاهدينا الكرام يعني هذه هي الأجواء من هنا من طرابلس يعني كنا قد تابعنا موضوع هذه التسريبات التي نشرتها إحدى الصحف اللبنانية حول مصادر مقربة من أحد الوزراء من مصادر وزارية يعني تقول بأن سعر صفيحة البنزين الأسبوع المقبل سيلامس 130,000 ليرة لبنانية أي أكثر من 3 أضعاف سيرتفع سعر البنزين. السؤال هو هل في حال ارتفع سعر البنزين سيبقى المواطنون يقفون بالطوابير لتعبئة البنزين بهذا السعر؟ طبعا هناك كانت الآراء متفاوتة ولكن بالمجمل كان هناك رفض تام وهناك من توعد بأنه سيحرق سيارته ولن يقوم بتعبئة البنزين بهذه الأسعار. هذه هي ردود الفعل ولكن لا نعلم ما إذا في الحقيقة لا نعلم ما إذا كان بالفعل المواطنين والشعب اللبناني عموما سيتكيف مع أي ارتفاع جنوني في الأسعار وتحديدا المحروقات لأنها تعتبر المحروقات كالخبز يعني من الأمور الأساسية والمواد الأساسية جدا بحاجة إليها المواطن. هل سيتعود أم سيرفض هذا الوضع ويضرب عن كل شيء وكل حاجاته للمحروقات؟ إذن هذا كل شيء في هذه القضية. نحن سنكون معكم دائما لكل جديد عبر صوت بيروت انترناشنال. كان معكم غسان فران إلى اللقاء.